عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. عايزه اسال الشيخ سؤال. اتفضلي. عايزه ايات قرانيه ان هي توسع من رزقي وكده إيه؟ حاضر يا استاذه منى. حاضر يا فندم، شكرا جزيلا. استاذه منى عايزه ايه قرانيه ان هي توسع من رزقها. الله الله الله. عايزة الاستغفار. يعني رشدتها. الاستغفار. الاستغفار. الاستغفار لقول ربي سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام. تمام. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. هذا رقم واحد. تمام. غفارا. هيفر ذنوبنا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله. الاستغفار. الاستغفار. من لزم الاستغفار، وحديث ربما سنده ضعيف لكن معنا صحيح تماما. تمام. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا رب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه يا أستاذي؟ أيوة. لأن حضرتك المعصية تذهب بركة الرزق. فلما بتستغفر بتزول المعصية. تمام. وتحل الحسنة. فتحل البركة. جميل. قد لا يزداد رزقي بالعدد لكن يزداد بالكيف، اللي هي البركة. في بركة. تمام. يقفل علي أبواب مفتاح. صحيح. لما أنت عندك بقى ممكن يروح منك 5000 جنيه وقبضك 7 بقيت غلبان. صحيح. واحد قبضه 5 مش 7 وربنا قافل عليه الأبواب فبقى غني، بقى الخمسة أكثر من 7 فيهم. طبعا. صحيح. هي البركة. الاستغفار هو سيد هذا. ثم الإنفاق. الإنفاق لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزاقين. تمام. ومهم جدا هذا الباب. تمام. حد يقول لي ده العكس، المفروض الانفاق انا انفقت يقل. أيوة. هو قل عددا. تمام. لكن ربنا هيسوق اليك بركة. جميل. وعددا ايضا. جميل يا دكتور. نستأذنك وناخد معنا استاذة مريم. السلام عليكم. يا اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ تحت امرك. كنت عايزه اسال، انا دلوقتي في خروجه ولابسه لبس شتوي، ازاي اعرف اتوضا؟ تمام. حاضر يا استاذة مريم، شكرا جزيلا يا فندم. مشكلة بتقابل اخواتنا كتير، بنات الجامعة بقى واللي في الشغل والكلام ده كله، تبقى لابسة حاجات ضيقة جدا وتقيلة. أيوة. مش هينفع تشمر كل ده وتتوضى. طب نعمل ايه؟ مش هنجوز ليها انها تمسح، ما ينفعش. تمام. المسح يقينا لا يجوز الا على الطرحة. يعني انا بقول لاختي الكريمة وبنتي الكريمة. أيوة. ان لما تبقى لابسة الطرحة هعتبر دي طرحة. تمام. هعمل ايه؟ ما اخلعهاش ولا حاجه. همد صباعين اتنين. تمام. تحتها هي طبعا هتبقى ارق من دي وسهله. تمام. همد صباعين اتنين. امسح بيها الناصيه بس واكمل عليها. تمام. فدي الطرح. انما الكمام ما ينفعش. الشراب سهله، ولو بنتنا لابسه بوت كده كعب وعالي ولا بتاع. ايوه. البتاع ده عفوا الرقبه بتاعته عاليه. مغطيه الكعبين نص كده او. أيوة. كل تقدر تمسح عليها لو ساعه على وضوء، معلش مشكله، وتصلي. تمام. فيها. تمام. انما الكمام ما لهاش حل. حلها الوحيد انها تشمر. طب ما احناش قادرين ومش نافع، يبقى هنعمل حاجة اسمها جمع للضرورة. جمع للضرورة. للضرورة. هنعتبر ده ضرورة. تمام. وتجمع الصلاتين، لكن ما ينفعش تمسح على الدراعات لأنه لم يثبت في هذا نص لا من قريب ولا من بعيد. طيب بقول لمعليك يا دكتورنا، تركنا بنعمل حلقة عن كيفية الصلاة. يسعدني. يعني نشيل الترابيزة ونجيب السجادة. يسعدني. يعني في ناس بيبقى عندهم 70 سنة. تمام. وبيحرج يسأل. تمام. في الوضوء أو في الصلاة، فنشوفها عملي. يسعدني. إيه رأي حضرتك؟ يسعدني جدا. ربنا يخليك.